all your favorite products under one roof in Bahrain at 27-year-old Megamart and Macromart. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. With our stunning collection of fine jewelry, gemstones, pearls and diamonds, fine pieces in timeless designs and unspoken elegance. Al Sarraj Jewelry, our story, our pride. NEC Revit, send money online to India, credit in seconds with great rates. Download NEC Revit app now. The exclusive franchisee of Cochin Kala Bhavan in Bahrain, with over a decade of existence in Bahrain, exclusive online regular classes have started for classical dancers, music vocal, instrumental music, cinematic dance, Kathak, Zumba body fitness, karate and yoga, drawing, arts and craft, children's theater. For more information, please call 39 09 6845 39 09 4806 38 85 2397 or visit www.bahrainmediacity.com. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مساء البحرين اللي يأتيكم عبر قناة BMC Global Live. معنا في هذه الأمسية الأستاذ سمير إبراهيم نور الدين، وهو مستشار ومدرب في مؤسسة بحرين تراست. مساك الله بالخير سام. مساء الخير يا هلا، أهلا وسهلا أخوي عصام. أستاذي العزيز، تكلمنا عن بحرين تراست، إن هي مؤسسة تحمل العديد من الفضاءات. ممكن تعرفنا بمؤسسة بحرين تراست؟ مؤسسة بحرين تراست هي مؤسسة غير ربحية، من المؤسسات اللي تعمل في العمل التطوعي في البحرين، وهي مختصة بأعمال داخل البحرين وأيضا بأعمال خارج البحرين. احنا معنيين كثير بأن احنا نوفر ظروف سليمة، وأيضا نوفر الإمكانيات اللي تتيح للأشخاص اللي يكونون في ظروف صعبة نتيجة كوارث أو نتيجة أمراض، إنهم يعيشون بشكل أفضل بتقديم حلول ابتكارية. نركز كثير على ثلاث مجالات. المجال الأساسي اللي نركز عليه هو التعليم، المجال الثاني هو المجال الصحة، والمجال الثالث هو التمكين الاقتصادي، والمجال الدعم خلينا نقول الأسر المنتجة يعني أو المجتمع. نعم، فيما يتعلق بالتعليم، شنو دورك أستاذ سمير في مؤسسة بحرين تراست؟ دوري مسماي الرسمي، أنا أساسا مدير برنامج المدارس المصغرة التابع لمؤسسة بحرين تراست داخل وخارج البحرين، يعني المدارس المصغرة اللي داخل وخارج البحرين.
ما هي المدارس المصغرة؟ أوكي. فكرة المدرسة المصغرة هي ليست مدرسة اعتيادية. المدرسة المصغرة هو صف أو صفين يضم في الصف نفسه مجموعة من الطلبة من الأعمار المختلفة. يمكن أول سؤال نسأله، ليش في هالشكل من هذا المدارس؟ هذه المدارس تكون في الظروف اللي ما يكون فيها متوفر وجود مدرسة اعتيادية تبع وزارة التربية والتعليم في دول داخل البحرين أو خارج البحرين. ففي خارج البحرين في هناك في مناطق مثلا في أسوان ولا في الهند ولا في النيجر أو في مالي أو في الأردن في المناطق المخيمات، أحيانا صعب تلقى أن الطفل يقدر لمسافة بعيدة أنه يروح حق المدرسة، أو أحيانا ممكن يكون في فقر وفي مجاعة أو في بعد بين المدرسة الأساسية وبين، فتبتدي هنا تظهر شيء يسمى صف مالتي ايج سكول، يعني عدة أعمار في صف واحد يتلقون التعليم. من أشكال المدارس المصغرة اللي عندنا في البحرين مدرسة المستشفى، لأن احنا الحمد لله ما عندنا ظروف كوارث ولا فقر، المدارس متوفرة للجميع، ولكن عندنا فئة وهي فئة المرضى، وخصوصا عندنا بشكل أساسي مرضى السرطان أو أصحاب الأمراض المزمنة اللي تضطرهم ظروفهم أنهم ينقطعون فترات كثيرة عن الدراسة، ويمكن بعضهم حتى يعني بعض الحالات اكتشفناها مر عليه سنة، يعني لازم يكون في الصف الثاني وهو ما دخل ولا سنة. هذه بما يتعلق في المدارس المصغرة في المستشفيات أو مدارس المستشفيات مثل ما أنت سميتها أو مدرسة المستشفى، شنو الهدف منها؟ مدرسة المستشفى هو أساساً تيرم عالمي موجود، هو هدف الأساسي أنه يوفر التعليم ويوفر البرامج التدريبية والترفيهية والإنتاجية للطفل الممتنع أو المنقطع عن الدراسة بسبب مرضه. بسبب مرضه، يعني هناك ظروف قاهرة تمنعه من الوصول إلى المدرسة فيما يتعلق بالمستشفى المدارس المصغرة أو تجربة مدرسة المستشفى. شو قد صار لها هذه التجربة؟ مدرسة المستشفى فعليا بدأت في البحرين في 2017، بس التدشين الرسمي كان في سبتمبر 2019، يعني خضعت للتجريب سنتين تجريب. أنا انضميت معاهم في سبتمبر، أنا كنت في وزارة التربية والتعليم رئيس قسم العلوم الإنسانية في إدارة الإشراف التربوي مع التقاعد الحر أو الاختياري. انضميت بصفتي لأن أنا أيضا غير أن أنا كنت رئيس قسم العلوم الإنسانية، أنا اشتغلت سنة في هيئة ضمان جودة التدريب والتعليم، فانضميت بداية كمستشار للإشراف التربوي على استعدادات المدرسة للتدشين اللي هو كان بيكون في سبتمبر 2019 وجرت المنصب. في مرحلة التجريب اللي تفضلت فيها اللي هي في 2017 بدأت إلى 2019، يعني هناك سنتين كانت تجريبية، ومن خلال موقع عملك السابق في وزارة التربية والتعليم أكيد كان عندك اطلاع على هذه التجربة. للأسف لا، وزارة التربية والتعليم في كل الدول العربية مو بس، لأن في نفس تجربتنا لما جيت واستلمت ذي الاسم لما نادوني وقالوا لي في شيء اسمه مايكرو سكول وفي شيء اسمه هوسبيتال سكول، اشتغلت تربوي فاشتغلت عملت بحث شنو يعني مايكرو سكولز، وين في مايكرو سكول، فاكتشفت في المنطقة على الأقل موجود في السعودية جمعية سند الخيرية، هي يمكن أقدم واحدة في الخليج مشتغلة على هالموضوع، عندها برنامج سند التعليمي، طبعا دي برعاية مجموعة من أصحاب المعالي والسعادة في السعودية وموجودة في أكثر من مستشفى. وأيضا اكتشفت في الكويت في جمعية اسمها جمعية أبي أتعلم، أيضا عندها برنامج شبيه بفكرة أن يكون هناك يعني تعليم أو دروس تقوية في، وطبعا في البحرين كان فيه، يعني كان عندنا جمعية أمنية الطفل
وعندهم نادي مكافحة السرطان كانوا يدعمون مع وزارة التربية والتعليم عشان يحققون شروط أو حقوق الطفل المريض بالسرطان، وأيضا من حق التعليم، من حق التعليم لأنه حصل امتيازات حلوة. وأيضا عندنا جمعية المستقبل الشبابية مبادرة ابتسامة، ما شاء الله مشهورين في هذه، الله يمسيهم بالخير، وهذه المبادرة ما زالت شغالة مستمرة، جميل جدا. فذي المبادرة كانت تشتغل على برنامج اسمه أبجد التعليمي، وهو أن هي قالت تقدم دروس تقوية للطفل خارج المستشفى، وكانت تمر عليه فترة أو فترات في المستشفى في الغرفة اللي احنا خدناها، صار كان اسمها غرفة ألعاب. فلما جات مؤسسة بحرين تراست، انت تقول شلون جات فكرة مدرسة المستشفى؟ ما احنا الحين قاعدين نقول نتكلم سعادتك في ما يخص بالمايكرو سكول او المدارس المصغرة او مدرسة المستشفى، واستعرضت ما شاء الله مجموعة من حصيلة التجارب على مستوى دول مجلس التعاون، على مستوى الوطن العربي، وايضا على مستوى البحرين. ما هو الجديد اللي قدمته بحرين تراست في ذي المجال؟ بس خلينا نقول قصة المدرسة المصغرة، يعني من وين جت فكرة قصدي مدرسة المستشفى. كان في اتفاق بين مؤسسة بحرين تراست وبين وزارة التربية والتعليم في الأردن، وزارة التربية والتعليم رسمية في الأردن بالتعاون مع مستشفى الملك الحسين، إنهما نروح أو مؤسسة بحرين تراست تروح تشتغل على عمل مدرسة اللي هي المايكرو سكولز اللي هي المدرسة المصغرة للمخيم تل الزعتر. فزاروا دكتورة فاطمة البلوشي اللي هي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، زارت مسجد المستشفى الحسين وقالوا لها ليش ما تسوين لنا صف لتعليم مرضى السرطان في 2017. فقالت أنا الحين أسوي مدرسة مستشفى في الأردن والبحرين ما فيها، وإحنا عندنا مرضى سرطان. على طول رجعت البحرين وتواصلت مع وزارة الصحة، ما قصروا وصار في اتفاقية لعمل هذا الصف، المدرسة المصغرة اللي هي المدرسة المصغرة. وكانت مع مجموعة من الداعمين، لكن لما تم التواصل مع الأستاذ محمد المؤيد زوجة الله يرحمها دينا كانو، لأن احنا مدرسة مستشفى عندنا اسمها مدرسة دينا كانو المصغرة بمجمع السلمانية الطبي، بدأوا بصف الألعاب اللي كان في جناح 202، تحول هذا الصف إلى صف مدرسة وبدوا يعلمون. كان في اختصاصية صعوبات التعلم ومدرسة الأستاذة فاطمة الطوع ما زالت معنا، بدت بالتدريس في ذي الصف. بعد نجاحهم مع هذه كلانا مو موجودة، بعد نجاحهم مع هذه التجربة طلبت منهم إدارة المستشفى طيب تعالوا لنا حق بقية، عندنا ترى أطفال في بقية أجنحة الأطفال 31-33 إلى 36. فانفتح صف ثاني في غرفة الألعاب اللي موجودة في جناح 31، فصارت مدرسة دينا كانو هي عبارة عن صفين، 202 الخاص بمرضى سرطان أو جناح أورام الأطفال، والجناح الثاني أو الصف الثاني في صف 31. ومنها بدأت كرت العملية. طبعا أول ما جيت بدنا نقنن الموضوع، إن الموضوع كان قبلنا كان مجرد غرفة ألعاب، حتى الجمعيات لما تي او المتبرعين يقعدون شوي مع الطفل يلعبون وياه يمكن يعلمونه، لكن احنا لا، مدرسيات يعني في دوام رسمي من 8-2، في صف، في كتب، في منهج، في اركان، وفي تعليم. ولكن هنا يختلف، عفوا المقاطعه، يختلف اللي هو ان الفئات العمريه تلتقي في هذا الفصل، في هذا الفصل. إلا ان احنا ما عندنا، اولا احنا مو بمدرسة معنية بتقديم امتحانات وتنجيح، واحنا معنيين بتقديم خدمة التعليم للطالب طول ما هو منقطع عن الدراسة وموجود في المستشفى، بما يجعله ان شاء الله متواكب مع بالضبط المرحلة. هي احلى كلمة، لكي يتلائم ويحس انه ما يفرق عن غيره من الطلبة اللي قاعدين يدرسون في المدارس. مثل ما تعرف مرضى السرطان بالذات أحيانا ينقطعون عن الحياة بعد، مو بس عن التعليم، ويكونون منعزلين، فينتج بظروف المرض ومتابعاته. فوزارة التربية والتعليم ما قصرت،
ما أعطتهم امتيازات بتخفيف المنهج وبتحديد، ولكن كان الطفل وولي الأمر بالذات هني كانت المشكلة مو فاضي، هو الصبح عنده شغل، وتلقى أحياناً يكون عنده طفل غيره، وأحياناً يكون حتى يكون هذا الطفل الثاني بعد عنده إعاقة ثانية يعني، وأحياناً يكون يعني مزدوج الإعاقة، في عنده مريض سرطان وعنده تخلف بسيط أو شيء. فهي كلها كان يحسس ولي الأمر أنه هو تحت ضغط. أوكي وزارة التربية ما قصرت، الجمعيات ما قصرت تي، بس ما في أحد يتابع بشكل مستمر يوميا يشيل عني ذي الهم، حتى بس لو تخليه يضحك يوميا ويحس الطفل جزء من العلاج، ولا هو علاج النفسي بالضبط. صحيح. فإحنا شو سوينا لما يجينا، بدنا نربط بين أنه تكون غرفة ألعاب، بس ذي الألعاب مقننة. أولا أنت مطالب بمنهجك، وأنت أيضا مطالب بستة مشروعات لو اشتغلت سواء في المستشفى أو لما تروح البيت. احنا اشتغلنا على فكرة عن بعد قبل لا يصير عن بعد، كان عندنا بوابة، فكان الطفل تعرف السلمانية ممكن أسبوع أسبوعين عشان يتلقى الكيماوي، فيكون يبات هناك، وبعد ما يطلع من المستشفى كان يتابع ويانا من خلال البوابة. وبعدين بدنا نقدم له حتى دروس تقوية عندنا في المؤسسة، أو أحيانا في يعني عندنا ناس متشافين يون كانوا يأخذون دروس علاجية في جناح 31، لأن حس إنه في معلم قاعد والولي الأمر يبحث عن هذه الفرصة بالضبط. فاللي صار إنه صار إن الطفل حس بقيمته، واللي الأمر حس إنه في من قاعد يشيل معه يومياً هذا الهم الأساسي. هذه فيما يتعلق بمدارس المستقبل والتعليم عن بعد، أو مدارس المستشفيات والتعليم عن بعد. التعليم عن بعد طبعاً أيضاً ساهم في إن سهولة التواصل ما بينكم وما بين المرضى. والمتطوعين أيضا، والمتطوعين والمعلمين من داخل وخارج البحرين، يعني لأن شي يصير أنت الآن ممكن Easy access. Exactly. أنت أولا عندك كل المنصات التعليمية يقدر الطفل يدرس فيها كتعلم ذاتي. إحنا على فكرة نركز بالدرجة الأساسية على التعلم الذاتي، وما عندنا معلم، عندنا ميسر فاسيليتر، الطفل هو اللي يختار شنو يبغي يدرس ومتى يبغي يدرس بناء على إمكانياته يبتدي يدرس. في كل المراحل الدراسية ما عندنا مراحل، احنا عندنا صف فيهم كلهم، فتلقى هو الابتدائي للثانوي. فطول ما هو مريض يجينا الصبح يختار، يبتدي ياخذ مادة مثلا يبي في الرياضيات ولا في العربي ولا في الإنجليزي. وبعدين عنده أيضا مشروع، احنا أول شيء سوينا حللنا منهج وزارة التربية والتعليم، لأن أنا تربوي، وهذا الشيء الجديد اللي مساك انت تسألني شنو ضفنا عليه. قبل كانت أنشطة، الآن لا صارت مشروعات، ففي عندنا هي أساسا موجودة ولكن احنا فعلناها أكثر. عندنا ستة مشروعات مرتبطة بمناهج الدراسية اللي يقدمها الطفل، يعني الطفل يدرس مواد الدراسية، ولكن شلون ممكن يربط العربي والجغرافيا والتاريخ والإسلاميات وبقية المواد في مشروع مثلا من أنا، عن نفسه، عن بيته، عن مهنة المستقبل، يسوي له بروجكت أو مشروع، وبهذا المشروع يقدر يأخذ المسار الصحيح اللي يطمح له لما بعد ما يخلص الدراسة. وهو أساسا بالدراسة وبالمشروع راح يؤدي المتطلبات الأساسية اللي عشان يدخل فيها الامتحانات، لأن كل طفل منهم عنده منهج مفروض مخفف وعنده أوقات معينة يروح يقدم فيها امتحانات. فإحنا صرنا نقدم له ذي المساعدة اليومية زائد مشروعات ممكن هو يسويها، فيحس بقيمته، يحس إنه هو مو بطاقة معطلة وبين قوسين ينتظر النهاية أو إنه انتهى الموضوع وصعب. الأمل دائما، الأمل دائما موجود. فتبتدي إحنا أساسا بدنا الآن سوينا لهم يعني نادي ابتكار ومواهب، لأن اكتشفنا كتاب قصص، اكتشفنا رسامين، وجريب إن شاء الله راح يكونون هذه منتجاتهم راح تعرض للبيع. يعني أنا عندنا ضمن المشروعات أنا أفتح دكاني، فعندنا أيضا في مشروعات مؤسسة بحرين تراست دكان الفريج، وهو موقع إلكتروني لأصحاب المهن والحرفيين إنهم ينتجون ويتعاونون معنا في عرض منتجاتهم على ويب بيج. وأيضا عندنا مقر دكان في الرفاعية من المؤسسة، وقريبا إن شاء الله في الديار.
دام ان احنا عرجنا على ذي الموضوع، كلمني عن الشارع التعليمي. اي نفس ذي الشارع التعليمي، احنا عندنا من ضمن المشاريع، احنا دائما نفكر بالحلول الابتكارية. اخر حل ابتكاري يمكن ما كلمتك عنه، عندنا شيء اسمه سبيس فور اول، فضاء للجميع، راح يلم كل هالمشروعات اللي قاعد نقولها. مدرسة المستشفى جزء من فضاء للجميع، الطريق التعليمي اللي هو الممر، هو هذا كان المشروع الثاني للفضاء او للتعليم. كان ممر عادي قدام مؤسستنا بين قوسين مهجور، نتيجة ان ما حد يطلع فيه لانه كان شارع عادي، بيوت مكسرة ما في. فاللي صار تم تحويل هذا الممر الى طريق يتعلم فيه الطالب ويلعب فيه، وصار ايضا في نوع المنصة كذي مظللة الاهالي يقعدون، فصار ميلس. صرنا نقدم فيه ورش في الشارع، نقدم فيه فعاليات. اذا انتقلنا من مدرسة المستشفى الى مدرسة الشارع، وهي طريق تعليمي. طريق تعليمي، هذه ان شاء الله متى راح يعاد افتتاحها؟ هو موجود وشغالين فيه، بس مع الكورونا اخر نشاط سوينا فيه كان قرقعون العام الماضي. فالفعاليات شغالة قاعدين نشتغل عليه الان، وما زالت الناس احنا لو بتروح بتشوفهم انه بدوا يقعدون، لان من ضمن الاشياء في ركن زراعة يزرعون فيه الخضروات، واي بيت يقدر ياخذ خضرته من هنا. في ايضا مجموعه العاب على الطريق، في رسم، في رسم على الجدران، في تجارب علميه. وهو شفت مختبر العلمي، لما تروح مختبر علمي في الكويت او مركز المختبر العلمي عندنا، مختبر علمي في الشارع، زائد مكتبه، اي احد عنده كتاب احنا حاطين مجموعه كتب اقراها، تبي تاخذها عليك بالعافيه، ما تبي هذا نظام استعاره طبعا. لا موجود الكتاب في الخزانه مفتوحه، خذ الكتاب اللي تبي تقراه وانت قاعد ويانا في المنصه اللي هناك. واحنا سوينا لهم بعد كافيه، منا فتحنا كافيه هناك، فتبي تروح الكافيه تقرا فيه، تبي هنا تقرا فيه، تبي تاخذ الكتاب حلال عليك، تبي تتبرع بكتب ايضا موجوده. هذه العمليه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. سعاده المستشار، فاصل ونواصل. طبعا عدنا لكم متابعين الكرام عبر برنامجكم مساء البحرين، يأتيكم عبر قناة BMC Global Live مع ضيفنا الأستاذ سمير إبراهيم نور الدين، مدير الفضاء البرامج في مؤسسة بحرين تراست. رحب فيك أستاذ مرة ثانية. أستاذي، مسيرة التطور في التطوع في كل جانب من جوانب التطوع، هناك تطوير وهناك نماء، من وين بديت؟ من طفولة، أنا أشبال، من المدرسة. فمن المدرسة كن مستعدة، هذا شعارنا كأشبال. فمن يوم أنت طفل وصار التطوع لصيق فيك، فأنا كنت أشبال وصرت كشاف. في المرحلة الثانوية يمكن تستغرب، في المرحلة الثانوية وقف ذي كله، رحت الجامعة أول سنة ما كنت لأي علاقة بأي عمل جامعي ولا تطوعي، قبل السنة يعني نصف الفصل،
الفصل الثاني أنا أضو في اللجنة الثقافية، الله يذكرهم، الله يرحم اللي كان أستاذ محمد البنقي الله يرحمه وغسان الشهابي اللي دخلوني مرة ثانية للجو اللي كنت أنا أساساً فيه، وبدينا عضو في اللجنة الثقافية إلى عضو في جمعية جديدة كانت طلعت في الجامعات، صار جمعية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، حتى صرت رئيس جمعية اللغة العربية والدراسات الإسلامية. فذي خلاص بدأ يمشي في الدم الموضوع التطوع، أو خلينا نقول العمل المرافق اللي عشان تستمتع. وأنا دائما شعاري أقول له حتى حق، لأن أنا مشرف فكنت أقول حق المعلمين عشان تمتع لازم تستمتع. فذي أنا عشتها. فأنا أساسا ما كنت مخطط أن أكون معلم ولا ولا ولا، فلما صرت معلم خذيت الطريق التطوع أو خلينا نقول الأنشطة جانب بيخليني أستانس في التعليم. فأول سنة لي كنت في مدرسة عثمان بن عفان، كنت أطلعهم أيام الخميس باصين وجولات في البحرين وزيارات، طلع كل شغل الكشاف شغل الجامعة طلع في ذي، لأن أنا كنت أستانس، لأن مدرس التربية الإسلامية عنده بس حصتين وين يقدر، وكان عندنا نصابنا وما زال ما شاء الله عليهم 20 حصة، يعني 10 صفوف في كل صف 30 طالب، يعني 300 طالب في الفصل أو في السنة. فلما رحت في عثمان بن عفان إعدادية كان كذي، ولما رحت في عبد الله بن عيسى هنا كان الهم أكبر، لأن هناك كل فصل هاللون العدد مو بكل سنة. فأيضا سويت لي جماعات التربية الإسلامية، لأن أنا أساسا كنت مدرس تربية إسلامية. ما شاء الله، واستفدت من تجربة التطوع أثرت، طبعا دائما التطوع يثري في حياة الشخص سواء حياته الخاصة أو حياة العملية. لو بنسلط الضوء على التطوع عند الأستاذ سمير، وين مجالات التطوع اللي أستاذ سمير تلقى نفسه فيها؟ وأنا في الوظيفة مدرس ثم مشرف تربوي ثم رئيس مجموعة ثم رئيس قسم، بدأت الضغوطات تصير عليك لأنك بديت تتحول إلى إداري وراح ذي المجال، لأن لما تصير رئيس مجموعة ورئيس قسم ما في احتكاك مباشر مع المعلمين، فحسيت بالاختناق. هني بديت أطلع فكرة، طلعت فكرة اسمها مختبر التدريب الإبداعي في 9/9/2017، وهي منصة لتبادل التجارب في معلمين في مدربين في كوتشيز، بس ما في ماذا بعد كل هالعمل. فذي المنصة أو ذي المكان التقيني فيه من داخل البحرين ومن خارج البحرين، وعلى فكرة اليوم تونا مجتمعين الاجتماع الموسم الخامس، 5 سنوات صار لنا في هذه. فهني بدنا نفكر في أنك أنت شلون تتطوع بعيدا عن يعطيهم العافية غرشة الماء والفقراء وكذا، بس إن الآن شلون ممكن تقدم تطوع بشكل مغاير عن أي جمعية أو فأنت لازم بعد تكون لك بصمتك. واحدة من الأمور اللي عشان تكون لك بصمتك استخدمت لفظة الإبداعي، فصار اسمه المختبر التدريبي الإبداعي، ويقصد بالإبداعي أن أنت شلون ممكن تكون كل مرة أحسن من قبل، أنت تبدع مع نفسك. فذي بدأ يخليك تتأمل عملية التطوع. أنا أيضا عضو في جمعية الجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وحاليا أنا أمين السر العام للجمعية. وأيضا شدتني جمعية الريادة الشبابية قبل كورونا، جمعية الريادة الشبابية عندهم يتكلمون عن ريادة الأعمال للشباب وكذا، شدوني وأنا كبير قلت خلنا أشوف. فأيضا الله يسلمك، فأيضا أنا صار لي سنتين معاهم في جمعية الريادة الشبابية، ومع كورونا بدنا نفكر، كلمونا يقولوا لنا يلا وينكم يا مدربين يا تربويين، شو بتقولون حق الطلبة حق الناس. فيمكن حتى اللي تابع مقابلاتي دائما أقولها طلبوا مني يلا سووا فيديو عشان ديرتك اقعد في بيتك، من زين يعني يقعد شي سوي. فاتصلت بمجموعة مدربين، دكتور خالد بمطيع اختصاصي واقتصادي وكان أستاذي في قسم التسجيل في جامعة البحرين، ودكتورة أمل جودر وماما فطيم، ناس متنوعين
وطلعنا مبادرة عشان ديرتك ابدع من بيتك. يعني أنت لما بتقعد في البيت حاول تستثمر شنو عندك من إمكانيات عشان تبدع فيها. وطلعت مبادرة عشان ديرتك ابدع من بيتك، الحين تحولت إلى منصة ابداع من البيت. من بعد الإبداع من البيت، ما هو جديد أستاذ سمير؟ أول شيء النظر للتطوع والفهم للتطوع. وايد ناس يظنون أن التطوع هو معناته أنك أنت اللي بيشتغلون معاك أو اللي بيعملون معاك لازم يكون مجاني. هذا خطأ. التطوع هو كيف ممكن أن الشخص يأخذ ممكن مكافأة، ولكن ولكن مكافأتي بتكون أقل. يعني أنا لما أكون مدرب وأدرب الساعة ب50 دينار أو ب100 دينار أو ب20 دينار، أي أقدم لك ورشة ب10 دينار، فأنا ترى تطوعت، بس مو مطلوب مني أن أنا أكون صفر، أن لا أنت عمل تطوعي لا تأخذ شيء. ما حد راح يشتغل في العمل التطوعي إذا كان كذي. يحتاج تشجيع، خصوصا نحن حاليا ما عندنا في البحرين لحين ما صار عندنا قانون لتضبيط عملية الفرق وعمل المجموع الجمعيات. لا بروتوكولات، ما أنا في جمعيتين وعارف، لا بروتوكولات. أحياناً المتطوع ما يبي يكون هو متفرق للعمل التطوعي طوال حياته، عنده فترة إجازة، عنده فترة إحساس بمسؤولية، يبي يدش في مشروع بسيط. فذي أكثر شيء قاعد أركز عليه الآن في المنصة، وحتى في المختبر قاعد نركز على شلون أنت تي تتطوع بأقل جهد ممكن. ممكن إذا صار في فرصة أن في داعمين يدعمونك، أنت أول واحد تستاهل هذا الدعم، وهي دعوة لكل من يحب أن يشاركنا في المختبر أو في المنصة. لأن شلون ممكن أنت تقدم هذا العمل التطوعي بأقل وقت ممكن، بأقل جهد ممكن، بما يتوافق مع شغفك. فإحنا نساعدك على أن نعرف أنت شنو عندك وشلون ممكن أنت، إحنا راح نطور تفجير الطاقة الكامنة في المتطوع وفقا للإمكانيات اللي عنده المتاحة، سواء وقت، سواء جهد، سواء معلومة وخبرة. بعيدا عن أي مسميات، يعني سواء كنت كوتش ولا كنت مدرب ولا كنت من قوسين تنمية بشرية، أي واحد عنده خبرة يقدر ولو ساعة واحدة، تقدر خلال ساعة واحدة تنقل هذه الخبرة. والبحرين وكل الناس يحتاجونك داخل وخارج البحرين. احنا نقول الناس والبحرين يستاهلون. صحيح. والبحرين يعني اثبت، يعني انا بتكلم من خلال تجربتي في المختبر وحتى في الجمعيتين وحتى في المنصة، بحرينيين عطائهم غير محدود، متدفق جدا، وعندهم ابداع، يعني يدورون للشيء الجديد. حتى اين تجد الشباب في التطوع؟ في، بس في شلون توصلهم. يعني احنا في المختبر التدريبي الابداعي احنا كنا منصة لتبادل التجارب، يجينا حق الشباب ما في تجربة، فقمنا احنا نشتغل على ناس. طبعا في تجارب شبابية وموجودة ضمن جمعيات، ولكن في تعاوننا مع نادي ام الحصن، لمجتمع نادي ام الحصن بمعنى اصح، وبقية الشباب سوينا برنامج سميناه قمم، قادة مبادرون مبدعون. قدمنا في فترة الصيف، انتهى بأن الطلبة أنفسهم بدوا يشتغلون في المبادرات، كانوا يتدربون على القيادة، التخطيط، فتغيرت مسارات بعضهم. بعضهم ويانا الحين عضو في المختبر، وعضو يعني في مجلس الإدارة في المختبر أو في المنصة، وفي بعضهم لا بسبب مشاغل أو يمكن ينتظرون الفرصة المناسبة. ما هو لأن بعد الشاب عندنا ضغوطات الدراسة وضغوطات العمل، وبعدين يفكر شابنا الحين مثل ما قلت لك، ما بتلقى المتطوع اللي يقول لك شنو باربح من تطوعي، بتقول له أجر وخير وإن شاء الله أنت بتتطور. بعض الشباب صعبة عندهم ما توصلهم، فيبي شلون توصلهم، يبي شلون أنك أنت تشوف الوقت اللي هم فاضيين فيه. فالشباب ممكن تشتغل عليهم في الربيع في الصيف، بس وقت الدراسة ترى بيكون وايد صعب عليهم. طبعا نتمنى لك كل التوفيق أستاذ سمير إبراهيم نور الدين على تواجدك معنا اليوم في هذه الحلقة من مساء البحرين. كل الشكر والتقدير، وإذا في عندك كلمة أخيرة، وليست أخيرة، خلينا نقول كلمة نختم بها اللقاء
فبيكون يعني شرف لنا. أنا أبي أشكركم فعلا على أن أنتوا أعطيتونا فرصة كبحرينيين من خلال هذه القناة ومن خلال هذا البث أن إحنا نطلع ونبرز تجربتنا، خصوصا أن تجاربنا إحنا مثلا في منصة إبداع من البيت معنا من عمان، معنا من الأردن، معنا من مصر، فالتجربة البحرينية بحاجة لمن يظهرها، تجربتنا وتجربة الشباب واللي أصغر منا أيضا. فشكرا لكم على أن أنتوا أتحتوا لنا هذه الفرصة أن احنا نتكلم، وأرد أكلم كل واحد يطالعني الآن، فكر شلون ممكن أنك أنت تطور نفسك ساعة واحدة، ممكن تينا في مدرسة دينا كانو تدرس فيها طفل مريض أو في المستشفى يعني في السلماني، أو ممكن أنك أنت تدرس أو تقدم تجربتك أونلاين، ممكن أن أنت تشارك في مبادرة من المبادرات، ممكن أن أنت تبحث عن إمكانية عندك، موهبة أنت تتميز مخشوشة فيها مخشوشة، تعال عندنا بنطلعها لك، بانتظارك وأهلا فيك. شكرا جزيلا. إلى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة مساء البحرين من BMC Global Life. تقبلوا تحياتي محدثكم عصام الخياط، ومن الإعداد رباب شمسان، والتنسيق والمتابعة فاطمة المنصوري. مع السلامة.